صناعة الأفلام زي الهندسة بالضبط، عندك حاجات كتير لازم تظبطهم بشكل دقيق مع بعض علشان في الآخر تطلع بالنتيجة اللي انت عاوزها. وفي السينما الحاجة اللي بتكون في الواجهة هم الممثلين، فانت ممكن يكون عندك كتابة عبقرية، إخراج رائع، سكور مزيكا مش طبيعي، بس لو الممثل مش بيأدي فبيهدم كل اللي انت عملته. معاكم أبو إسماعيل من قناة من غير مونتاج، ودول ممثلين لازم يعتزلوا حالا. رقم 6، نيكولاس كيج. خلوني أكون صريح، أنا ما بقللش من الأعمال الخطيرة اللي عملها نيكولاس كيج، حتى فيلم فامبايرز كيس ميم ماتيريال للصبح، بس ده يخليه سبب إن أنا مش عاوز أشوفه تاني، علشان بكل فيلم جديد بيعمله دلوقتي بيدمر الحاجات العظيمة اللي عملها في التسعينات وبداية الألفينات. اخر حاجه عدله انا فاكر ان انا اتفرجت له عليها كان فيلم كيكاس، علشان دوره في الفيلم كان شخصيه بارده جدا فكان نافع. بس غير عن كده كميه افلام غريبه بيعملها دلوقتي تحس ان هو بيعمل الموضوع ده بس علشان عليه ديون عايز يسددها. اوكي، هو فعلا بيعمل الافلام دي عشان يسدد ديونه. اوكي كمل نحت عم كيج، بس يعني على الاقل يعني اختار ادوار عدله. رقم 5، جون ترافولتا، واحد من أجمد الناس اللي طلعوا على شاشة سينما بعيدا عن باتل فيل، إيه اللي حصل؟ وبعدين جاتي، الفيلم اللي من كتر ما الناس كرهته كانوا هيطلعوا مظاهرات زي ما حصل لجاتي الحقيقي. فيلم كان واخد زيرو على راتن تيميتو. عمنا جون، ماذا تفعل؟ فين أيام بول فيكشن؟ فين أيام فيس أوف؟ جريس؟ رقم 4، جايدن سميث. لما يكون أبوك ويل سميث بيكون عليك كمية ضغط مش طبيعية. تخيل أبوك معروف إنه أكتر واحد عنده كاريزما في العالم، فأنت هتطلع إيه؟ أكتر واحد ممل في الدنيا. للحق في الريبوت الغريب اللي عملوه الفيلم ذا كاراتي كيد كان تمثيل الواد تمام يعني، بس دلوقتي الواحد مش عارف هو بيعمل إيه، شوية بيغني، شوية بيطلع في برامج ينكت، وشوية بيعمل له انمي. بس علشان نكون صرحاء برضو، لو أنا هديله حاجة، التمثيل الصوتي بتاعه في الانمي اللي هو موجود على نتفليكس مش سيء قوي، بس غير عن كده عيب بقى، عيب يعني لو سمحت يعني. ها؟ ها؟ مش عاوزين حاجة زي افتر ايرث دي تاني. اوكي، رقم 3، تايلر بيري. ليه تايلر بيري من اغنى اغنياء العالم؟ انا اسف انا بحاول اكون موضوعي، بس تايلر بيري ممثل سيء، افلام سيئة، معتمد على نوع كوميديا مستفزة اللي هو اوه انا راجل بس انا هلبس ست، هق 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 هق، كأنك رايح لكوميديان فيسبوك وبيدوله فلوس عشان يعمل فيلم. نكت عنصرية وفعلا من تاريخ تمثيله الحاجة الوحيدة اللي عملها بشكل عدل هو الدور الصغير اللي عمله في فيلم Gone Girl، وده علشان عمنا ديفيد فينشر كان ورا الكاميرا. بس من سنة 2002، من ساعة لما طلع بشخصية مادية دي. رقم 2، آدم ساندلر. شفتوا كل الحاجات اللي أنا لسه قايلها على تايلر بيري؟ نفس الموضوع طبقوه على آدم ساندلر، بس زودوا على ده بقى الحاجة اللي تضايق، إن آدم ساندلر ممثل حلو. فيلم The Wedding Singer، فيلم The Waterboy، فيلم Big Daddy، أفلام كوميدية جميلة تدخل على الألفينات، وآدم ساندلر كل اللي بيعمله هراء قدام كاميرا. أنا مستني حد دلوقتي على اليوتيوب يعمل تحدي الفرجة على أفلام آدم ساندلر كلها، مش هيقدر لأن الموضوع صعب. من ال 19 سنة اللي فاتت فيلم واحد ممكن تقول إن فعلا آدم ساندلر حاول يعمل حاجة مختلفة فيه، وهو فيلم كليك، ممكن على الأقل تكمله لحد الآخر. بالنسبة للأفلام التانية ونوع الكوميديا، I mean, some of them are weirdos, but some of them are so nice. I wrote one guy back, and we're going out tonight! Oh my God! Oh, I love it! الشيء اللي يضايق فعلا ان ادم ساندلر كوميدي موهوب. السنه اللي فاتت نزل سبيشال على نتفليكس، والسبيشال محترم، بينكت بيغني ومعمول بطريقه حلوه. فكره الافلام الرخيصه دي هي اللي فعلا بتضايقني. انا اسف ان انا طولت في الجزء ده يا جماعه، ولكن صدقوني I do it because I care. ودلوقتي نروح لرقم 1، كريستن ستورت. لو انت متعرفش يعني ايه تمثيل وحش، اتفرج على اي حاجه لكريستن ستورت. افلام توايلايت كلها
عضل الشفايف، تبص من فوق لتحت وتعمل ال بدلها بقطعة من الخشب، مفيش اي فرق. ماما واحد هيجي ويقول لي يو على فكرة هي كانت حلوة في فيلم كده، هو فيلم ادفنتشر لاند كانت حلوة جدا في الفيلم ده. بالظبط الشخصية بتاعتها في فيلم ادفنتشر لاند كان هو باقصى ما تقدر تعمله في التمثيل، لان في شخصيتها الحقيقية هي مملة جدا، والشخصية بتاعت فيلم ادفنتشر لاند هي كانت الشخصية البلين المملة اللي هي بتقف كده وما بتعملش اي حاجة. بس بص على افلامها التانية هتلاقيها بتعمل نفس الشخصية دي في كل الافلام التانية. لو انتم مش مصدقيني وفاكريني بفتري عليها، انا ما عنديش حاجة عشان افتري عليها صراحة. في ليها افلام حلوة بصراحة، فيلم امريكان اولترا اللي نزل من كام سنة كان فيلم ممتع. بس بليز بي ماي جيست، روحوا اتفرجوا على الافلام بتاعتها، ولو لقيت تمثيل تعال قول لي. سلام، اقعد افتكر كده فعلا فيلم امريكان اولترا كان حلو. ها شكرا اعزائي المشاهدين على متابعتكم. احنا بننزل 4 فيديوهات في الاسبوع هنا في القناه، ما تنسوش تشتركوا وتشغلوا التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات دي اول باول. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.